قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أضاف أن الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر ومن تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030.